التكفير. فضيلة الشيخ، ما هو تعريف التكفير وما هي حقيقته الشرعية؟ التكفير هو إخراج بعض الأشخاص أو بعض المعتقدين أو بعض المتدينين عن الإسلام، فإن من خرج عن دين الإسلام فإنه يعطى اسم الكفر. يعني ليس هناك إلا مسلم أو كافر، هذا هو الذي يعتقده أهل السنة، حيث يدينون بأن هناك كفر وإسلام وأنهما ضدان متخالفان. فمن كان من أهل الإسلام فإنه يعامل معاملة المسلمين، وإن كان فيه شيء من البدع التي لا تكفر. وكذلك من كان من أهل الكفر يعامل معاملة الكفار، ولو اتصف بشيء من الخصال التي يعمل بها المسلمون. فعند أهل السنة ليس هناك إلا مؤمن وكافر، وإن كان هناك بعض الخصال التي ورد لفظ الكفر على من عملها، ولكن قالوا إنه لا يصل إلى الكفر الذي يخرج من الملة. الشيخ، ما هي أسباب نشوء ظاهرة التكفير؟ لا شك أنهم نظروا إلى بعض النصوص التي فيها شيء من إطلاق الكفر، ولم يقرأوا كلام العلماء عليها، فكأنهم وافقوا الخوارج على هذا المعتقد الخاطئ، حيث أن الخوارج يجعلون الذنب كفرا والعفو ذنبا. فهؤلاء الذين أطلقوا ألسنتهم بالتكفير نظروا إلى بعض النصوص ولم يقرأوا كلام العلماء عليها، فنقول لهم لا شك أنه وردت نصوص وعيد في الأحاديث وفي الآيات، والعلماء رحمهم الله أجابوا عنها، مثل وعيد الله تعالى القاتل بقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، الآية، ووعيد آكل مال اليتيم بقوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وعيد الذي يتولى يوم الزحف بقوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم، ونحو هذه الآيات في القرآن. وهكذا أيضا في السنة كثير من الأدلة من الأحاديث جاء فيها لفظ الكفر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقوله صلى الله عليه وسلم:
اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وقد اتفق العلماء على أن مثل هذا لا يخرج من الملة، وإن سمي كفرا وإن أشبه الكفر. ففي هذه الحال أجاب أهل السنة أولا بجواب مجمل، فقالوا أحاديث الوعيد تجرى على ظاهرها ليكون أبلغ في الزجر، وحتى لا يتهاون العصاة بالانهماك في هذه المعاصي.